بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. رحله جديده، مشوار جديد لملوك الصالات. رجال كره اليد بالنادي الاهلي يخوضوا معترك بطوله افريقيا للابطال في تونس بملعب نادي الحمامات. الحمد لله رب العالمين، تصدر النادي الاهلي مجموعته بعد التعادل امبارح مع الحمامات 26-26. نادي الاهلي اول مجموعته بيلاقي النهارده كينشاسا الكونغولي في دور الثمانية، مباراة لا تقبل القسم على اثنين. النادي الاهلي لابد له من الفوز النهارده حتى يتأهل للعب قبل النهائي ان شاء الله امام الزمالك يوم السبت، هيكون تقريبا في نفس ميعاد مباراة قبل نهائي بطولة افريقيا الاهلي والوداد. طبعا احنا بنبذل مجهود كبير جدا كقناة النادي الاهلي عشان دايما نحطكم مع ملوك الصلاة في كل مشوار. النهارده زي ما عودناكم كنا على ميعاد في تونس في صالة الحمامات عشان نتابع حتى ما قبل المباراة وأجواء ما قبل المباراة مع زميلنا هناك كريم أحمد وكل اللي بيحصل هناك ايه هنقوله لكم. بس في الأول لازم أرحب بضيفي اللي هو كان يعني لغاية وقت قريب هو أحد نجوم هذا الفريق واللي اعتزل منذ يعني شهور قريبة وكان كابتن الفريق واللي حصل طبعا على بطولات كثيرة مع فريق كرة اليد خلال الفترة اللي فاتت. برحب بضيفي وضيفكم الكابتن كريم السعيد. مرحبا بيك يا كابتن. اهلا بيك. الله يخليك. اهلا وسهلا. نور الاستوديو ونور قناتنا. الله يخليك كابتن عيسى. كريم، انت شايف النهارده، خش بقى على المباراه، خش على المباراه بقى المفيد، الناس اللي عايزه تسمعه، شايف ماتش النهارده ايه؟ خاصه ان انت كنت قريب لغايه وقت قريب لعبت البطوله دي وخدتها مع الفرقه من سنه بالظبط. شايف مباراه النهارده ايه؟ شايف توقعاتك ليها ايه؟ احكي لنا يعني. والله انا شايف ان مجرد ما دخلت دور الثمانيه انت لازم تاخد خطوه خطوه. يعني انا دلوقتي احنا عرفنا ان الزمالك كسب فاب فريق 5 أو 6 اهداف، فده ما فيش مشكله خالص ولا ياخد 10% من تركيزنا. احنا تركيزنا كله متجه ناحيه كينشاسا الكونغولي. ده ماتش جديد، ده فريق محترم، يعني النتائج بتاعته بتقول حتى المباريات اللي خسرها معدل التهديف بتاعه عالي جدا. حاطط في مباراه فاب الكاميروني حاطط 26 هدف، حاطط في مباراه الترجي 25 هدف، حاطط في مباراه بطل رواندا 32 هدف، حاطط في كايمن الكونغولي شقيقه في نفس البلد 43 هدف. فاذا انت بتلاقي فريق محترم لازم تديله كل الاحترام، لازم تديله حقه في التركيز، وزي ما بيقولوا كده انت بتلعب على فاينل خطوه خطوه. النهارده مباراه دور الثمانيه نكسبها، كل جوارحنا تبقى في المباراه دي، بعد ما ربنا كرمنا بامر الله ونكسب نبتدي نبص للخطوه اللي بعد كده. طب كريم، خليني اقول لك، يعني انت استعرضت مشوار كينشاسا الكونغولي، ان هو انت قلت ان عنده خط هجوم كويس، يعني حاطط، يعني لما يخسر من فريق فاب يا ويندي للزمالك، كسبوا النهارده بفرق 26-21، يطلع معاه 28-26، معنى كده ان فابيا ويندي قريب من شبيبه كينشاسا كونغولي، يعني المباراة النهارده مش هتبقى في اتجاه واحد زي ما الناس فاكره. لا، هو هقول لك، هو اداء وطريقه لعب النادي الاهلي هي اللي هتخليها تمشي في اتجاه واحد او تخليها صعبه. تمام. دايما فرق افريقيا كابتن هيثم لما بتفرق عنها يعني 5-6 اهداف الدنيا بتبقى سهله، خاصه التحكيم انت مش ضامن مستوى التحكيم الافريقي قوي. صحيح. فلو المباراه مشيت بجول بجول، لا، الموضوع هيبقى صعب ودمه تقيل وممكن. صحيح. يقع مننا لعيب او اتنين لان دايما في عنف في اللعب الافريقي. صحيح. فاحنا محتاجين نفرق شويه 5-6-7 اهداف، نحافظ على الفرق ده عشان الدنيا تبقى مريحه ونمشيها في وان سايد جيم، خاصه ان احنا اخر مباراه رسميه مع الفريق ده كسبنا فرق 11 هدف. فانت كتاريخ وكفرق خبرات انت افضل منه ولازم ده يبان في الملعب. على فكره بيبلغوني دلوقتي يا كريم مباراه الحمامات وداد سماره المغربي بتقام حاليا، النتيجه 26-19 للحمامات. وفاضل ربع ساعه بس، برضو يعني بتهيألي كده يعني الاتجاه راح ناحيه الحمامات اكتر. انا شايف مباراه دور الثمانيه مش هيبقى فيها مفاجاه، يعني الحمامات، ترجي، الزمالك، ان شاء الله النادي الاهلي. انا مش شايف هيبقى فيه مفاجآت. بس افهم من كلامك ان انت عايز الاهلي يتاهل بدون خسائر، بدون مجهود زياده. بالظبط، بدون مجهود زياده، الناس تروح فول باور على المباراه اللي قبل النهائي، مفيش لعيب مصاب، تحافظ على اللعيبه اللي اوريدي راجعه من اصابات زي ممدوح طه او زي احمد حسام. صحيح. طيب انا هسمع كلامك ومش هسبق الاحداث، هركز في مباراه النهارده. طيب قول لنا تشكيلنا ازاي، برغم ان انا عايز شويه اطلع بره مباراه النهارده بس انا هسمع كلامك على الاقل في الاستوديو كمان، ولكن احنا عايزين نشوف تشكيلنا، لاعبتنا، جهازنا. قول لنا يعني اسماء الجهاز واسماء اللاعبين.
هقول لك، هو انت عايز اسماء الجهاز واسماء اللاعبين ولا التشكيل اللي هيبدا؟ لا لا لا، احنا عايزين هنقول اللي هنقول التشكيل كله اهو هقول، وبعد كده هنقول يعني تشكيل اللاعبين واللي انت بتتوقعه الستارتنج بتوعنا هيبقوا مين. حاضر. هو انا ممكن كابتن عاصم حماد وكابتن محمد عادل المدير الفني والمدرب العام هيحاولوا يشركوا اكبر عدد من اللعيبه النهارده زي ما قلت لحضرتك عشان الحمل بتاع المباراه يتوزع على اكبر عدد من اللعيبه. طيب معلش يا كريم انا اسف، دي مباراه الحمامات والاهلي امبارح اللي خلص 26-26، واضح انه كان مباراه حماسيه، دي لقطات مسجله يعني بنعرضها لحضراتكم برضو يعني اثناء يعني الاستوديو برضو نعرف امبارح كانت المباراه ماشيه ازاي. اتفضل يا كريم. فاعتقد ان احنا ممكن نلعب 6-0 لان طريقه لعب الدفاع 5-1 هيبقى فيها تخبيط ومقابلات، واعتقد ده هو صعب. هيبقى فيه مساحات شويه وهيديهم فرصه يقربوا، فهو اعتقد هيلعب طريقه 6-0، ممكن يحط في النص ابراهيم المصري وعمرو الاليوبي، على شمالهم ممكن حجاج او مصطفى خليل، الناحيه الثانيه هيبقى ممدوحه واحمد حسام، والاجنحه عندنا ناحيه نعيم بس هي اللي ما فيهاش بديل، اما الناحيه الثانيه يقدر يغير ما بين بكار ومحمود عاصم. نفس القصه على الدايره، ممكن محمد ابراهيم او احمد عبد الرحمن ده ياخد شوط او ده ياخد شوط، بس اعتقد الامثل تشكيل اللي هيبدا النهارده هو بكار، خليل، عمرو الاليوبي، ابراهيم المصري، احمد حسام، نعيم، احمد عبد الرحمن على الدايره، وممكن مصري وعمرو الاليوبي يغيروا وينزل محمود زكي ولعب دايره تاني. طب نعيم ممكن مين يبقى بديله طالما عندنا مشكله؟ والله ما لهاش غير حل واحد غير ان انت تلعب بممدوح طه في الجناح وتشرك احمد حسام او تشرك حجاج، وده حصل في الماتشات اللي فاتت ان اشترك على مستوى الباك رايت هو او محمود زكي او اسلام حسن يقدروا يلعبوا في الباك رايت بحيث يلعب في الجناح ممدوح طه ونعيم يريح شويه. طب انت كنت يعني احنا ما دعمناش حد قبل السفر، ما كانش في دعم زي ما خدنا زي ما كان قبل كده بيجي حماصه والدرع، البطوله دي احنا ما جبناش دعم كده بالظبط. هو الدعم الوحيد اللي حصل في بدايه الموسم، يعني احنا لعبنا حوالي 6 ماتشات قبل بطوله افريقيا، هو كان محمود زكي وحجاج ولاعب حجاج الباك الشمال بتاعنا، هما دول كانوا الدعم، ما كانش في حد تاني، بالاضافه للعيبه اللي هم مواليد 96 اللي هو سيسا وعصام وعربي، دول بس اللي طلعوا معانا، مع الاضافه اللي هو محمود زكي وحجاج، ما حصلش تدعيم خارج النادي مخصص لبطوله افريقيا زي ما كان بيحصل مع الدلع او حماصر. طب حراسه المرمى اخبارها ايه؟ حراسه المرمى والله هادي كان ماشي كويس، سيد متوازن، اعتقد عصام لسه ما شاركش حتى الان، ما شاركش في اي مباراه في الدور الاول. ممكن يبتدي عصام ياخد دور شويه بحيث كابتن عاصم برده من الخطط اللي حابب يعملها ان هو يفاجئ الخصم، هم مثلا شغالين سكاوتنج على هادي او سيد، يبتدي ممكن يعمل عنصر مفاجاه بعصام، خاصه ان هو حارس مميز وصغير ممكن يعمل ده. يعني بصراحه يعني ربنا تاتش وود، يعني ربنا يحميه، طالع يعني بسرعه الصاروخ. ربنا يكرمه ان شاء يعني الله. هو حتى كان في الاستوديو وعنده حماس كبير، عايز يخش بسرعه في اجواء المنتخبات ومنتخب كبير، هو عنده حماس وعنده رغبه. هو اوريدي لاعب دولي على مستوى الشباب، هو الحارس الاول الشباب بتكلم على الكبير، هو كان امنيه حياته انه يخش المنتخب الكبير ان شاء الله، واحده يخش هو واحده واحده يخش. طيب خليني استعرض مع حضراتكم اعزائي المشاهدين اسماء التشكيل الجهاز واللاعبين للنادي الاهلي. طبعا كابتن عاصم حماد مديرا فنيا، محمد عادل مدربا عام، احمد قادري طبيب الفريق، حسام ابو كريش مخططا للاحمال، محمود رمضان طبيبا، محمد شهير العطار مدلكا، محمد سليمان محللا فنيا. خلينا نقول اللاعبين بسرعه، حراسه المرمى هادي رفعت، السيد محمد، محمد عصام، عندنا اللاعبين محمد عبد الوارث، محمد ابراهيم، عمر حجاج اللاعب اللي انضم السنه دي جديدا بعد تعاقد مع النادي الاهلي، مصطفى خليل، ممدوح طه، عمرو الاليوبي، ومحمود زكي ايضا اللي انضم في صفقه جديده للنادي الاهلي هذا الموسم، ومحمود فايز، عمر الوكيل، بكار، محمود عاصم، احمد حسام، ابراهيم المصري، اسلام حسن، احمد عبد الرحمن، عبد الحميد السيد. طب كريم خليني يعني نتكلم برضو مع الناس، يمكن برضو انا احب دايما اللي بيتفرج على اللعبه ممكن ما يكونش متابع ما يكونش فاهم زينا، ايه نقط قوتنا اللي المفروض احنا يعني نهتم بيها جدا في مبارياتنا القادمه حتى النهارده، وايه نقط ضعفنا اللي احنا لازم دايما نحاول نتجنبها؟ والله احنا نقط قوتنا الدفاع، خاصه ان انت عندك حارس مميز هادي رفعت من افضل الحراس الموجودين في افريقيا، بالاضافه عندك افضل مدافعين مش في مصر بس، اعتقد زي قلت لحضرتك قبل كده ممكن يكون افضل مدافعين في افريقيا. صحيح. يعني محمد ابراهيم ان شاء الله افضل واحد قدام في مصر وفي افريقيا، لكن محمد عنده مشكله ان هو راجع من اصابه. صحيح، 3-4 اسابيع ان شاء الله، دي مش في صالحنا. ابراهيم المصري افضل، هو باجي يعتبر افضل 2 واحد ورا في مصر،
وفي افريقيا، لكن برضو ابراهيم المصري راجع من اصابه كبيره قرحه في الركبه، ولسه ما اعتقدش ان هو وصل 100% من مستواه. طب الالم خف؟ القرحه دي بيبقى ليها الام جامده، الالم مش موجود ولا الالم موجود وهو في بيحاول يضغط على نفسه؟ لا هو الالم طبعا قل كتير، بس هو ما دام الالم ما بيزيدش وصل لمستوى معين وثابت، هو قادر يتحمله، الدنيا بيبقى ما فيش خوف، بس المهم يرجع لمستواه ان شاء الله. هي دي. فانت عندك مدافعين على مستوى عالي قوي، اعتقد اللي بيميز فريق النادي الاهلي حتى البطولات اللي فاتت اللي قدرنا ان ربنا يكرمنا وناخدها كان بسبب الدفاع والانتشار في الفاست بريك، سواء على مرحله اولانيه عندك بكار لاعب مميز جدا، محمود فايز نعيم لاعب مميز جدا في الفاست بريك على مرحله واحده، سريع جدا ما شاء الله، ونقدر ان احنا لو ما نجحناش على مرحله واحده نقدر نعملها موجه ثانيه وثالثه، مفيش اي مشكله خالص، عندك ناس بتقدر تزيد ورا الناس وتكمل، فشلت بنغير، بس هي قوه النادي الاهلي في الدفاع والانتشار في الفاست بريك. طيب دي قوه، يعني قوه، يعني زي ما بيقولوا اكبر قوه لينا دفاع والهجوم، ودي بامانه كانت ملاحظه حتى في البطولات اللي فاتت كلها. طب خلينا نتكلم على دايما المشاكل اللي عندنا، محتاجين ايه؟ هل الرجوع، هل اللعب السريع ما بقاش بتهور الميس باص، يعني كلمنا برضو الحاجات اللي احنا بحكم الخبره طبعا مع الفرقه، ايه اللي احنا محتاجين بسرعه ما نقعش فيه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو اكتر حاجه بترعبنا انا وده اللي حصل في اخر 3 دقائق في مباراه الحمامات، ان انت تفقد الكره بسهوله مش هتعرف ترجع. يعني في كره كانت مؤثره جدا، اسلام نزلها لاحمد عبد الرحمن، راحت لحارس المرمى، كان ساعتها تعادل، قدروا ان هم يفرقوا واحد وربنا ستر بقى كده ان انت قدرت تتعادل. القصه كلها ان انت لما بتفقد الكره بسهوله وده اوقات كتير بيحصل ما بتقدرش ترجع، خاصه ان الدفاع بيبدا من الرجوع. صحيح. الدفاع ما بيرجعش، ما بيبداش وانت واقف في منطقه الترانزيشن ديفنس، يعني التحول من الهجوم للدفاع هو ده الاساس. وعشان تقدر ترجع لازم يبقى الهجمه بتاعتك ليها وقت وما تفقدهاش بسهوله عشان تقدر ترجع. مين مسؤول عن الكلام ده؟ البلاي ميكر الموجود اللي هو اسلام حسن او محمود زكي او محمد عبد الوارث، دي مسؤوليه على الثلاثه السنتر هافات بتاعتنا، ان هم لازم الهجمه يبقى ليها وقت وتخلص بشكل مظبوط علشان نقدر نرجع ونقدر نعطل الفاست بريك بتاع المنافس. طيب خليني برضو انزل لمستوى المشاهد اللي برضو بيتابعنا يمكن لاول مره، خليني عايز حضرتك يعني تشرح لنا باستفاضه مراكز في الملعب ايه، احنا ككرة يد كم لاعب في الملعب، يعني الحاجات دي الناس بتفتكر ان هي مش مهمه، بالعكس احنا لازم حتى المشاهد اللي اول مره يتفرج على كرة يد لازم نوصل له ده، احنا تشكيلنا قد ايه في الملعب، بنلعب بمراكز ايه، ايه مهام كل مركز، يعني حط الناس في اجواء برضو ايه اللعبه. والله هو في لعبه كرة اليد بيبقى في 7 لعيبه في الملعب، حارس مرمى وست لاعبين، لاعبين بيبداوا من، انا عشان جناح شمال فهبدا من جناح شمال بيبقى عندك جناح شمال، باك شمال، سنتر هاف او مناصق او بلاي ميكر زي ما بيقولوا، وفي باك رايت او باك يمين وجناح يمين وسنتر فيلد. طريقه الدفاع بتبقى حاجه من الاثنين، يا اما السته بيقفوا جنب بعض 6-0 يا اما بيبقى 5-1 لو هتتقدم شويه 3-3. اهم حاجه 70% من قوه اي فريق حارس المرمى وخط الظهر الموجود، لان الناس بتوع خط الظهر هم اللي بيشتغلوا كل الشغل اللي ممكن يخلص في النهايه من جناح او من لاعب دايره او كده، فدايما لما الخط الظهر بتاعك بيبقى فايق، الباكات بتاعتنا زي صحيح. خليل حجاج، اسلام حسن، محمود زكي، عبد الوارث، احمد حسام، ممدوح طه، الناس دي اي ثلاثه فيهم موجودين في الملعب سواء باكين او سنتر هاف لو فايقين يقدروا يفوقوا الفرقه كلها معاهم، خاصه اللي برضو ليهم مسؤوليه التصويب من بعيد، برضو الحته دي يعني مهمه جدا جدا، بتفتح لك كل انواع الديفنس. بالظبط، لو حضرتك عندك لاعب مميز بالتصويب من بعيد لازم تعمل له الشغل ده. لو عندك لعيب مهاري لازم توجد له المساحات اللي يقدر يستخدم مهارته الفرديه فيها. لو عندك اجنحه مميزه زي بكار او زي نعيم لازم الشغل يحصل في ناحيه وتتنقل للناحيه الثانيه عشان تقدر تدخل المساحه يقدر يخش بيها، او لاعب دايره مميز زي محمد ابراهيم او احمد عبد الرحمن، لازم شغل حقيقي يحصل يخلخل الدفاع المتواجد عشان يوجد ثغرات نبتدي نستغلها بامر الله. طيب احنا مهم جدا نطلع لكريم احمد زميلنا طبعا او مراسل قناه النادي الاهلي هناك في تونس، عايزين نعرف الاجواء، هنروح له ونعرف كل ما هو جديد وكل ما مهم قبل انطلاق المباراه، وارجع لحضراتكم.
ليك يا كابتن هيثم السعيد، تحياتي ايضا كمان لكريم السعيد احد نجوم النادي الاهلي، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده يمكن مباراه الاهلي وشبيبه كينشاسا الكونغولي في الساعه السادسه هنا بتوقيت تونس، السابعه بتوقيت القاهره. يمكن امس طبعا التعادل كان 26-26 الاهلي والحمامات، كان في جلسه كابتن عاصم حماد سواء بين الشوطين وبعد المباراه، طلب اللاعبين طبعا بالتركيز الشديد. يمكن هو كانوا ماشيين بشكل مميز جدا في المباراه الاولى والثانيه، لكن هنا حضور الجماهيري كان ليه تاثير كبير في المباراه الاهلي والحمامات. الصاله هنا بتسيع 2500 مشجع هنا في صاله الحمامات، كان ليها بعض التاثير كمان بعض التحكيم. انت عارف طبعا التحكيم الافريقي، نادي الاهلي يمكن طلب بطولات افريقيه، فبيبقى في بعض الامور الخاصه ان هو يعني بتستصعب شويه عليه ان هو يسهل كده ان هو يطلع ياخد البطوله، لكن حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل رائع بالنسبه للكابتن عاصم حماد. محاضرات مستمره، كل اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا، وخلاص يمكن ان شاء الله باذن الله النهارده في حاله فوزنا امام فريق جي اس كي هنواجه نادي الزمالك في السيمي فاينل. في هذه اللحظات كمان وداد سماره والحمامات، يمكن النتيجه حتى الان 29-23 لفريق الحمامات، لسه المباراه قدامها بعض الدقائق. الحسابات خلاص دخلت في الجد يا كابتن هيثم، كابتن كريم، المباريات القادمه خلاص مباريات بطوله. النادي الاهلي ان شاء الله اليوم يحرز اداء ونتيجه مميزه ان شاء الله باذن الله، ويصل في النادي الزمالك مواجهه نادي الزمالك. كمان عايز اكد يمكن هنا القرعه او الجداول او الكلام ده من خلال حديثنا هنا مع الجميع، خلاص النادي المصري هيوصل، الاهلي او الزمالك ونادي تونسي في المباراه النهائيه. ودي كانت الامور اللي كان فيها بعض اللغط وكان فيها بعض استياء شويه من اللاعبين، ان في الامور كانت صعبه شويه هنا، التحكيم كان متحامل بشكل كبير جدا على النادي الاهلي في المباراه الاخيره مباراه الحمامات. لكن اكيد كلنا ثقه في الكابتن عاصم حماد لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يعودوا هنا من البطوله من تونس بالبطوله رقم 39 للنادي الاهلي. كمان زي ما بقول لك وداد سماره والحمامات، الاهلي وكينشاسا الكونغولي، الزمالك وفاب الكاميروني، الترجي التونسي وفونكس الجابوني، كايمن وفانز الكونغولي، هيرتاج والاتحاد الليبي. هي دي المباريات اللي حتى هذه اللحظه لم تنتهي. مباراه الترجي يمكن الترجي فايز في الشوط الاول حتى هذه اللحظه، لكن لسه المباراه فيها قدامها وقت، وقدامها كمان اكتر من 25 دقيقه. خلاص الكابتن عاصم حماد اكد على اللاعبين مهما كان الطرف اللي هنقابله، نادي الزمالك او غير نادي الزمالك، لابد ان فيه تركيز وان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. عايز اكد لك كمان كان اسلام، يمكن اسلام تعرض كمان لكدم امس في المباراه في ايده، طمنا عليه بشكل كبير جدا. احمد حسام كمان الناشئ الصاعد للنادي الاهلي، كان في خشونة كبيرة جدا امبارح في المباراة، المباراة كانت صعبة، كان في عنف كبير جدا للاعبين، كان في محاولة من الكابتن عاصم حماد ان هو يحافظ على اللاعبين، كان بيعمل تغييرات مستمرة لكل لاعبي النادي الاهلي. لكن الحمد لله اطمنا على اسلام النهاردة يكون فايق في المباراة، وان شاء الله تكون مباراة جيدة اداء ونتيجة، واكيد هنكون مستمرين معاكم لنقل المباراة بشكل حصري على قناة النادي الاهلي على الهواء مباشرة. الاهلي المصري وشبيبة كينشاسا الكونغولي. وفي استفسار اتفضل يا كابتن عيسى. شكرا زميل كريم احمد، الحقيقه مجهود مشرف، مجهود جميل منكم، الله ربنا معاكم يعني الحقيقه، تلونا في كل الاخبار والاحداث ان شاء الله، ونكون على عند حسن ظن المشاهدين. كريم، اسلام حسن كدمه، احمد حسام برضو عنده مشاكل، انت شايف ده ازاي؟ بما اني قريب من كابتن عاصم حماد وعارف طريقه تفكيره، اعتقد لو الكدمه يعني مش كدمه عاديه، كدمه جامده، مش هيغامر بيهم خالص، ان هو شايف ان البديل يقدر يبقى متواجد النهارده ويشيل، مفيش مشكله خالص، هيبقى خايف. لا، ما اعتقدش ان هم هيشاركوا لو فعلا في كدمات قويه بالنسبه لاحمد حسام واسلام، لان هم لاعبين اساسيين في الفريق. صحيح. طيب مباراه امبارح شايفها لمصلحتنا ان احنا لعبنا مباراه قويه في المجموعه، في حين ان المجموعات الثانيه، وخليني برضو سريعا اقول المجموعات الثانيه ما كانش فيها مباراه قويه، يعني مثلا الاهلي وقع مع الحمامات التونسي المنظم البطوله، وفانز الكاميروني واو سي اي الكونغولي، والاهلي الليبي انسحب خلاص. والمجموعه الاولى كان فيها الترجي التونسي وكايمن الكونغولي وفاب الكاميروني وجيش الرواندي، مجموعه سهله ما فيش فيها بس غير الترجي، وايضا الزمالك كان معاه الزمالك وداد سماره وريد ستارز الافواري وفونكس الجابوني والاتحاد الليبي، يعني المجموعه الاولى والثانيه اللي فيها الزمالك والترجي ما كانش فيها اي منافسه، الماتشات محسومه من ناحيه واحده، ما عدا النادي الاهلي لعب مباراه قويه جدا امبارح. شايف ده لصالحنا ولا وجود مباراه قويه زي كده ممكن ندفع ثمنها بعد كده؟ لا، ده بالتاكيد في صالحنا، يعني دايما واحنا بنلعب بطولات افريقيا بنبقى محتاجين في المجموعه مباراه مهمه تدخلك في اجواء البطوله. انا شايف مباراه الحمامات امبارح كانت فرصه كبيره ان انت تخش في اجواء البطوله، تكسب فريق كويس محترم، يديك ثقه بنفسك ويديك دفعه للمباريات اللي بعد كده. صحيح. خاصه الفريق فرق افريقيا اللي يعني مستواهم بعيد شويه، وبيلجأوا بيعوضوا ده بالخشونه والعنف، فانا وانا بلعب معاهم مش مستمتع وممكن حد يتعور، لكن الفرق الشمال افريقيا زي فرق الحمامات التونسي، لا ده فريق تقدر تعلى، تقدر تخش في اجواء البطوله،
حتى انا كنت بتواصل مع لعيبه قبل المباراه بقول لهم يا جماعه دي فرصه نخش في اجواء البطوله. كل البطولات اللي خدناها كان معانا الترجي في المجموعه، كان معانا الافريقي التونسي في المجموعه، كان معانا وداد سماره، يعني كان معانا فرقه بتلعب هاندبول محترم بحيث تخش في الاجواء، تخش على دور الثمانيه مباراه الى حد كبير يعني متوسطه، بحيث السيمي فاينل والفاينل بامر الله تبقى انت خلاص دخلت الاجواء فول، يعني فول باور وكل حاجه. بس امبارح برضه حصل حاجه انا شايف ان هي برضه ادفانتج كبير، يمكن الحمامات تقدم في الاول خمسه، الحمامات خمس اهداف وقدرنا نعوض ونطلع كمان، يعني انت شايف ده برضو اكيد حاجه كويسه. ما بالظبط زي ما بقول لحضرتك ده كان في مصلحتنا جدا وكانت فرصه لينا ان احنا نخش في الاجواء. انا اتضايقت من التعادل لان هو ممكن عندك الفريق كله مش كله بنفس الخبرات، مش كله بنفس. طب كريم خليني بس اسف اقطعك ارجع للنقطه دي تاني، ده ماتش الحمامات تاني على الهوا لايف، حمامات وداد سماره 30-25 بتهالي بنسبه كبيره تم حسم المباراه لفاضل دقيقه خلاص تعتبر انتهى الموضوع خلاص، والمباراه الاهلي ستكون بعد هذه المباراه. اتفضل يا كابتن. بس فالقضيه كانت نايسه من انا بعتبر اي مباراه مستوى عالي بتقابل فرقه من شمال افريقيا في مباراه مجموعه كسبت او خسرت انت متاهل للدور اللي بعد كده، دي فرصه ان انت تخش في الاجواء. وكمان تاخرت فرق خمسه وعوضت وطلعت بالزبط. فدي برضو بتحسسك ان انت يعني تقدر إيه يعني تقدر. ولو حضرتك بصيت في التشكيلات اللي كابتن عاصم محمد عملها الشوط الاول والشوط الثاني تقريبا السته اتغيرت، يمكن هو الوحيد اللي كمل، الفرقه كلها لعبت. فهو حاول ان يوزع المجهود على الناس كلها ويدخل الناس كلها في اجواء المباراه، بس كان مهم ان ده يحصل بلس المكسب. التعادل او الهزيمه ده ممكن يهز بعض اللعيبه الصغيرين في السن او اللي هم ما عندهمش الخبرات الكافيه. بس برغم تعادلنا خدنا اول مجموعه، لان احنا نتائجنا قبل كده كانت احسن بالظبط، يعني معدل اهدافك كان اعلى. طيب بالزبط. خليني برضه اقول حاجه ثانيه، انه يعني النادي الاهلي يمكن طبعا اكيد في يعني في ظروف في الفرقه، يعني لسه في بدايه الموسم ما وصلناش للتوب فورم بتاعنا. الحمد لله احنا حاجزين مكان في مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هتبقى في شهر 4 اللي جاي في 2018. يعني البطوله دي نظام النادي الاهلي سواء سوبر وراه ابطال الكؤوس. طب انت شايف يعني بطوله زي دي اهميتها ايه للنادي الاهلي؟ بطوله السوبر الافريقي لا البطوله اللي احنا فيها دلوقتي طبعا اهميتها ان انت هتختار، يعني اعتقد انت هتختار من تاني ابطال الكؤوس اللي فاتت والبطل الدوري دي. لو انت قدرت ان انت تاخد البطوله دي اعتقد احنا هنقدر نختار الحمامات. يعني تختاروا اللي يبقى الطرف الثاني؟ ممكن. لان ممكن اللي هيوصل لو احنا بامر الله كسبنا الزمالك بامر الله لو حلفنا التوفيق، الناحيه الثانيه اعتقد ان هيبقى الترجي. صحيح. يعني الترجي مع الحمامات اعتقد ان هيبقى الترجي، فاعتقد الحمامات هيبقى اسهل بس شويه. بس الحمامات مدعمه، الحمامات فيه اربع لعيبه وان شاء الله المدرب لا بس المدرب البطوله دي دلوقتي اللي احنا فيها دلوقتي مدرب الترجي راح الحمامات ومعمول له عقد كويس جدا، عندك اربع لاعبين من الترجي اتنقلوا كمال علويني بالظبط، انت اكيد اضرب. يعني كلمنا برضو عن وضع الحمامات عشان الناس تبقى عارفه ان المباراه امبارح مش سهله. بتقول نقطه، بتتكلم في نقطه مهمه جدا. اللي انا شفته من الصور ان لا ده الحارس الاساسي مكرم مساوي موجود، اللي هو الحارس الاساسي الافريقي التونسي موجود كحارس في فريق الحمامات. السنتر هاف الاساسي للترجي اللي هو وفي منتخب تونس اللي هو راح احترف في السعوديه كمال علويني ده متواجد دلوقتي في الحمامات كاعاره. الاثنين لعيبه دول جايين اعاره في البطوله بالظبط، وواخدين برده اثنين لعيبه من الترجي مش مذاكر اسمائهم بالتحديد، انتقال حر خدوهم بالظبط من اول الموسم في الدوري التونسي معاهم، فهم مدعمين كويس، بس هم ستيل برده مش الافريقي مش الترجي مش الزمالك. يعني حتى بعد التدعيمات هم مش الثلاث حاجات دول. صحيح. لسه برضو في مراكز عندهم لسه ما عندهاش الخبره الكافيه. صحيح. مش زي فريق الاهلي. فانا اتمنى ان احنا ناخد البطوله دي علشان نقدر نختار الحمامات تاني، هم هيدعموا واحنا هندعم ان شاء الله. طيب ماتش خلص بتاع الحمامات وداد سماره 31-25، بيتهيألي برضو ده انطباع ان برضو مباريات دور الثمانيه برضو يعني مش ما خلصتش 31-26 ما خلصتش بالشكل يعني فرق 10 اهداف فرق 12 هدف، لا برضو الموضوع قريب وفي زي ما بيقولوا برضو شويه مجهود اتعملوا من الفرقه اللي كسبت بالظبط. الله ينور حضرتك. كابتن هيثم انا عايز اذكر حاجه، يعني دايما مباراه دور الثمانيه معانا مباراه مزعجه جدا دايما، يعني حتى فرق بنكسبها فرق 10 و15 بنيجي في ماتش دور الثمانيه ممكن نكسبها فرق 2 3 واوقات حصل واحد وفرق مع انها بعيده. زي ما بقول لحضرتك الفيصل النهارده ان انت بجوارحك كلها ما تعيش في مباراه قبل النهائي. برافو عليك. صح. البطوله خطوه خطوه، انت دلوقتي في مباراه ربع النهائي تكسبها هتتاهل لمباراه نصف النهائي، فمش عايزين نفكر في مباراه الزمالك، ندي الفريق ده كل احترامنا، لان المباراه لو مشيت
فريق اهداف قليل المباراه هتبقى مزعجه جدا، وده دايما بيحصل لنا في دور الثمانيه. لكن لازم نفرق ولازم نحافظ على فرق 6-7 اهداف عشان نسهل على نفسنا الدنيا ونروح النصف النهائي. يا كريم برضو اللعيبه الخبره ليها دور في الموضوع ده، اللعيبه القدام شايف مين في الملعب يقدر يقوم بالدور ده من ناحيه توجيه اللاعبين، من ناحيه يعني ما هو اي لعيب كبير في الملعب زيه زي المدرب خلاص. انت المدرب مش هيوقف اللعب كل شويه يتكلم، شايف مين في الملعب ممكن يقوم بالدور ده؟ طبعا في محمد ابراهيم رقم واحد، في ابراهيم المصري، في عمرو الايوبي، في محمد عبد الوارث كابتن فريق دلوقتي، في هادي رفعت. الناس دي اعتقد دايما كنا متعودين ان احنا نقعد وبنتكلم ومتاكد مليون في الميه اكن انا كنت معاهم في المحاضره اللي قبل المباراه وهم قاعدين مع بعضهم ان هم بيقولوا محدش يبص لماتش الزمالك. انت عارف هو بيقول ايه؟ متاكد، وممكن اقول لك كلمه كلمه كمان وانا مش معاهم. مباراة دور الثمانية دايما بيبقى دمها تقيل، اكيد ابراهيم قال الكلام ده اكيد. اكيد. طب انت برضو بحكم ان انت كنت كابتن فريق لغايه قريب جدا، انت يعني مش بعيد البطوله 3 4 شهور يعني. طيب انت كنت شايف استجابه اللعيبه الصغيرين ايه؟ شايف اللعيبه الجداد حجاج ومحمود زكي شايف دخولهم في الفريق هيبقى ازاي؟ هل استجابه سريعه ولا لا؟ انت برضو اكيد عندك الكيمياء بتاعت الفرقه. لا والله دايما الحمد لله في فرقه النادي الاهلي مرزقه في الموضوع ده، يعني الناس بنختار نوعيه لعيبه معينه، ملتزمين، عندهم حد ادنى من المستوى الفني يقدروا ان هم يخشوا ويندمجوا مع الناس اللعيبه الاكثر خبره ويستفيدوا ويعلوا مع الوقت. صحيح. بس احنا محتاجين نصبر عليهم، مش قلقان الحته دي خالص، هيخشوا في النظام وهيخشوا في السيستم، خاصه ان احنا بنوصل للناس كلها في المباريات المهمه والحاسمه، بنوصل ان كل واحد معروف دوره ايه. انت دورك معروف 1 2 3، فما بيبقاش في حاجه غامضه بالنسبه له، هو نازل عارف مطلوب منه ايه، هو بس محتاج ان هو يعمل الحته اللي عليه ويبذل 100% عشان ربنا يكرم ان شاء الله. طب كريم ما ينفعش تبقى معايا في الاستوديو ما اسالكش السؤال ده، انت مريت على اجيال كتيره وانت راجل حصلت بطولات يعني ما شاء الله الحمد لله حدث ولا حرج، شايف دعم النادي الاهلي ليكوا الفتره دي، شايف استجابه مجلس اداره ازاي خلال الفتره اللي انت قضيتها قبل الاعتزال سنتين ثلاثه، شايف ده من العصور الذهبيه لكره اليد ولا لا؟ يعني كلمني عن الطفره اللي احنا شايفينها في العاب الصالات. هقول لحضرتك حاجه، زي ما حضرتك بتقول في طفره، فاكيد كان في دعم، يعني ما فيش انجاز بيحصل من فراغ، يعني ان فريق الهاندبول او الباسكت بول او الفولي ياخد افريقيا ودي اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي، ده اكيد مش من فراغ. كل الالعاب كل الانديه اللي في العالم يعني دايما تلاقي الفولي خد صح. افريقيا، الباسكت مره، الهاندبول مره، لكن ان الثلاثه مجتمعين في موسم واحد دي ما حصلتش قبل كده، فده اكيد في شغل حصل من كابتن عاصم السعداني مدير عام نشاط رياضي، مروان هشام اللي هو معاه العاب الصالات، اعتقد في شغل حصل وفي تدعيمات وفي مجهود وفي استراتيجيه محترمه اتحطت عشان يحصل نتيجه زي كده. بس برضه هقول لك ان ده سهل على النادي الاهلي، الصعب بقى ان احنا نستمر. يعني سهل ان انت تعمل انجاز، بس احنا عايزين ونامل ان احنا نستمر. طب انت شايف الدعم ده مستمر؟ يعني انت شايف احنا السنه اللي فاتت حققنا، ممكن يعني تكتفي الاداره تقول لك لا خلاص احنا حققنا وبتاع مش عارف ايه، شايف الدعم ده استمر السنه دي كمان ولا لا؟ لا انا حسيت ان على مستوى الهاندبول ان انا دي اللي انا متابعها قوي، قبل البطوله دي كان المفروض يحصل دعم، خاصه ان كان في نتائج، بعض النتائج المقلقه في الدوري، يعني احنا تعادلنا مع الجيش. هل الجهاز الفني طلب؟ هل الجهاز الفني طلب؟ لا والله ما عارف تفاصيل، يعني ما اعرفش كتفاصيل، مش عارف ايه اللي حصل. اكيد الجهاز الفني هيبقى دايما اكيد النادي هيلبي الموضوع ده مفيش كلام. ممكن يكون الجهاز الفني عنده ثقه شايف ليه رؤيه، يعني قصدي اقول لك عمليه التدعيم دي ممكن يكون المدير الفني عايز يعتمد على مجموعه من اللاعبين يكون عايز يحمل، يعني انت فاهم، عايز يشيلهم. ما ينفعش ان احنا ناس دي، لا هو ممكن يبقى له اوجه ثانيه، ولكن انا قصدي اقول انت برضه دلوقتي مدرب عام الشباب بس لسه بشكل غير رسمي، ماشي، بس برضو اكيد خبرتك هتنقلها للناس برضو ان شاء الله، تبقى برضو بشكل رسمي، انت راجل كبير ولعيب كبير واكيد النادي الاهلي هيستفاد من خبراتك. انا بتكلم على حته الدعم ده، احنا هقول لك بامانه في كل الانديه الكبيره اللي بيبقى فيها فرقه كوره كبيره زي النادي الاهلي دايما الالعاب الثانيه بتبقى مظلومه، خلينا نقول ده بكل وضوح، لان الكوره بتبقى هي البادجت الكبير، هي الميزانيه، ولكن الحقيقه الثلاث اربع سنين اللي فاتوا احنا مش حاسين ده، حاسين زي ما في بادجت للكوره بيبقى في بادجت لكل لعبه والميزانيات اتضعفت. فانا بتكلم ان الدعم ده مهم انه يستمر. انت شايف ان 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 في حاجه يعني حصلت غير طبيعيه ممكن تقول ان الدعم ده ما يستمرش او ما استمرش؟ لا لا خالص، هي بس احنا كنا بنامل ان احنا دايما، يعني كان دايما البطولات الاخيره كان بيبقى معانا يحيى الدارع، انا عارف ان ظروف تعاقده مع النادي الدنماركي اللي هو موجود فيه دلوقتي بتمنع اعارته، فكان محتاجين بديل بنفس المستوى نفس الليفل. ناحيه الرايت عندنا ممدوح طه راجع من اصابه،
محمد عبد الرحمن بودي عنده مشاكل في السفر، احمد حسام راجع من الاصابه، ما عندناش على مستوى الجناح غير محمود فايز نعيم، وعندنا عارنا باهر اللي هو كان برده عنده مشاكل في الجيش وكده وكان لازم ان هو مش هينفع يسافر. فاعتقد ناحيه الرايت كانت محتاجه بعض التدعيم، ما اعرفش ايه اللي حصل، ما اعرفش في حاجه حصلت، اكيد ممكن يكون الجهاز، حاجه بتقول الجهاز الفني ما طلبش، شايف ان الناس تقدر، الله اعلم. بس اعتقد ان الدنيا لو استمرت ان شاء الله سواء نتيجه ايجابيه او سلبيه، اعتقد ان قبل تكمله الدوري وقبل افريقيا ابطال الكؤوس وقبل السوبر افريقي اكيد والنادي الاهلي هيستفيدوا، اعتقد هيبقى في تدعيم، لازم يحصل تدعيم. خليني اقول لك حاجه كمان برضو، الاهلي علم الناس، الاهلي بمن حضر بالظبط، يعني بيتهيألي كره اليد مش هتبقى اقل ابدا من كره القدم. ده اللي حصل في المباراه الاخيره، صحيح ده اللي حصل فعلا. والله ودايما عندنا ثقه، يعني انا دايما في مجال شغلي حتى قبل اي مباراه مهمه في كره القدم يسالوني الاهلي هيعمل ايه، اقول لهم لا ما تقلقوش، اقول لا ان شاء الله خير. هم دايما في ثقه، في ثقه الاهلي بمن حضر، دي جمله مش تمثيل يعني، دي حقيقه فعلا. حقيقه طبعا، حقيقه باينه جدا واتاكدت في كذا موقف، كذا موقف. طيب خلينا بقى نخرج شويه باليد، شايف ماتش السبت ازاي ان شاء الله؟ مش اليد، الكوره. الكرة زي ما بقول لحضرتك كابتن هيثم، انا دايما عندي ثقه، يقولوا عبد الله السعيد مصاب، يقولوا وليد سليمان مش جاهز، حسام عاشور المسمار بتاعنا مش عارف، احمد فتحي، دايما في ثقه في الموجود دايما ما شاء الله. ودايما الناس بتبقى وقت الازمه او وقت الاوقات الصعبه، لا دايما بتلاقي الناس رجاله وقادره تشيل، وبتلاقي دايما في توفيق من ربنا الحمد لله يعني. طيب يوم السبت هتتابع مين؟ يوم السبت هتابع مين؟ لا هتابع كره يد طبعا 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 هتبع. بدون تردد يعني. لان انا اصلا الماتش الحمامات اخر 10 دقائق انا كانت اكن انا بلعب طبعا، ما قدرتش يعني، ماسك الموبايل بتفرج على اللينك، اعتقد العاب الصالات الصفحه بتاعتنا المجتهده صفحه جميله طبعًا يعني طبعًا. كنت بتابع فيها المباراه، انا قلقت اكن انا بلعب يعني، وانا بلعب ما كنتش ببقى قلقان كده بصراحه. ده ماتش الحمامات هو كده طبعا منه برده. بس طب عايز برضه اقول حاجه، كان انا مش شايف الصاله مقفوله جمهور يعني، الحمامات هتتقفل في قبل النهائي والنهائي. لا بس انا لا بس اللي اعرفه لو الحمامات مفروض ده ماتش بطوله مجموعه ما لاقيش مكان في الصاله، انا شايف ان الجمهور عادي يعني مش كتير. ممكن هنا الزاويه مش مبينه قوي. لا لا لا، انا سالت كان الجمهور موجود بس الصاله مش مقفوله. فعلا؟ مش مقفوله، فبرضه خد بالك يعني، انا عايز اقول برضه لما بيكون اهو المدرجات قدامك فيها اجزاء كتيره فاضيه، انا بتكلم انه لما بيكون في بتعمل الـ زي بيقول المباراه او البطوله بتقام على ملعب او الماتش كمان، هو المباراه بتقام على نادي يعني، لو اتعملت في الترجي، اتعملت في الافريقي، اتعملت في الفرقه دي، بتبقى في حضور جماهيري. يمكن الحمامات يمكن اهو بص يعني المدرج فاضي، مش مليان فعلا. مش مليان، بقول لك انا لا انا اهتميت بالحته دي عشان كنت قلقان من حته الجمهور، لان احنا بنلعب من غير جمهور هنا في كره اليد. هو زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هيثم، هو فعلا الانديه الجماهيريه زي الافريقي او الترجي او النجم اعتقد شعبيتها بتفرق برده عن نادي الحمامات، فعشان كده بقول لك ممكن مباراه الحمامات مع الترجي اعتقد هيبقى الصاله مقفوله. مباراة الاهلي والزمالك اعتقد الشعب التونسي شعب مثقف، اعتقد ان هو برضه متواجد كاستمتاع، تبقى مباراة ممتعة بالنسبة لهم. واكيد النهائي ما دام فاينل وفريق مصري ايا كان، او فريق نتمنى انه يكون الاهلي وفريق تونسي، اعتقد الصالة تبقى مقفولة. طب انا عايز اقول لك على حاجة برضه حتى نحطها للناس برضه، ان مباراة امبارح الحمامات في ناس قاعده تقول لك لا ده لو خدنا اول ما نواجهش يعني لو خدنا تاني مش هنواجه الزمالك، ولو واجهنا مش عارف ايه يعني، كان في حسابات المباراه امبارح بالظبط. بتهيألي في الاهلي مفيش الحسابات دي. هقول لك على حاجه، اصل انا لو هربت مثلا اتقال ان احنا اتعادلنا علشان كنا عايزين تاني عشان نهرب من الزمالك، طب ما انا هروح للترجي، هو الترجي فرقه قليله؟ لا طبعا. طب انا كسبت الترجي، ما انا هروح للزمالك في النهائي. صحيح. انت عايز تكسب بطوله لازم تكسب، تفرم الليجا زي ما بيقولوا تو بي ذا بيست يو هاف تو بي ذا بيست يعني. معلش انت هتهرب من الزمالك قبل النهائي، ما انت هتروح له، وبعدين انت مش رايح لفرقه لوداد سماره مثلا اقل مستوى او مثلا فرقه افريقيه، لا انت رايح للترجي. صحيح. يعني صحيح. معدل ان هو يفوز ببطوله افريقيا زيه زيك وممكن هو اكتر منك كمان. صحيح. فمش فريق قليل، فانا يعني زي ما بقول لك مباراه امبارح اللي ضايقني منها ان احنا
مش محتاجين تعادل دلوقتي او هزيمه، احنا محتاجين ثقه. المكسب بيجيب مكسب والمكسب بيجيب ثقه. صحيح، ده اللي انا كنت محتاجه امبارح. طب قول يا كريم، طبعا النادي الاهلي خد قرار والقرار محترم طبعا، وتعظيم سلام للقرار بعدم مشاركتنا في كاس العالم للانديه في قطر كان حوالي اربع او خمس شهور. بتهيألي الموضوع ده احبطك شويه، او كان نفسك طبعا قبل ما تعتزل اكيد كان نفسك تلعب في كاس العالم للانديه، خاصه احنا تاهلنا بجداره للبطوله دي. شايف يعني حظوظنا ايه السنه دي، ان احنا هل ممكن نطلع زي السنه اللي فاتت ولا لا؟ والله بص، اولا الجزء الاول من السؤال، انا لا والله ما احبطت خالص، انا كنت فرحان. انا لعبت كاسين عالم قبل كده، مش اول مره العب كاس عالم، مره في احتفاليه النادي الاهلي بمرور 100 سنه دي اللي كانت عندنا في الاهلي، ومره لما الترجي اعتذر او معرفش فرقه من تونس اعتذرت واحنا اللي رحنا مكانها في 2015. فالمره دي اول مره نكسب فعلا، نبقى مؤهلين ونكسب مباراه السوبر الافريقي لأول مرة في تاريخنا ونتأهل. ما كنتش والله، كنت فرحان جدا، بس ظروف البلد هي اللي تخليك لو انت اللي في ايدك قرار كنت هتعمل كده. صحيح، ما كنتش زعلان خالص، بالعكس قلت لو في نصيب وكملت، او لو اعتزلت انا برضه هبقى متواجد مع الشباب او مع الفريق الاول بأي شكل، وهنقدر نكسب ان شاء الله اللي جايه بامر الله، لان انت مستضيف البطوله، فاعتقد فرصك ان شاء الله تبقى كبيره ان شاء الله بامر. طيب خليني برضو اقول لك، يعني خلينا نتكلم اكتر، ان احنا النادي الاهلي او اليد غير اي لعبه تانية، بنلعب ابطال دوري وبعد كده بنلعب ابطال كؤوس سوبر وبعد كده بنلعب ابطال كؤوس، يعني قصدي اقول ان في ثلاث بطولات بيبقوا موجودين كل سنه على المستوى الافريقي. شايف يعني حظوظنا ايه؟ شايف ممكن نعمل الانجاز اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت؟ احنا في بطوله ابطال الدوري دلوقتي، شايف ماتش السوبر برضو ممكن يبقى لينا حظوظ، خاصه ان احنا بنستضيفها هي ابطال الكؤوس، شايف حظوظنا ايه السنه دي؟ هقول لحضرتك حاجه عشان اجاوب على السؤال ده، هرجعك لقبل ابطال الدوري السنه اللي فاتت في 2016، كان موسم 2015 تقريبا 2016، الزمالك مسيطر على كل حاجه، وبادئين موسم جديد، لعبنا ست ماتشات في الدوري كسبناهم، ورايحين على في بدايه موسم بوركينا فاسو كانت البطوله، في بوركينا بالظبط كده، ورايح على ابطال دوري. دي مسابق بمثابه البطوله دي عنق الزجاجه، هي اللي هتخليك تديك بوش كده لبقيه السيزون، وهي اللي ممكن ايه تبين ان في اخطاء لازم نتدخل، لازم نعمل حاجه كويس. فالبطوله دي انا شايف العبء بتاعها ان لو لا قدر الله خسرت، لو لا قدر الله ما قدرتش ان انت تنجح وتحافظ على اللقب ده، هتفضل بقى ايه في مشاكل في الفريق، وهتبتدي تعالجها وتبتدي لا تظهر لك مشكله هنا وتعمل لها ايه وظهر هنا ايه. لكن لو كسبتها بامر الله بيديك دفعه تكمل الدوري متصدر، تروح على السوبر الافريقي معنوياتك مرتفعه، يحصل تدعيم بامر الله تاخد السوبر الافريقي تتاهل، فيحصل دفعه تاني لابطال الكؤوس، بعد ابطال الكؤوس بتفنش بقى الدوري بتاعك والكاس وانت نفسيتك مرتفعه. صحيح. فهي انا شايف عنق الزجاجه دي باول بطوله في البطوله دي، وانا شايف صعب ان انت تحقق انجاز اللي فات او تكرره تاني، لان هي دي ممكن تعمل انجاز بس الصعب اللي انت تحافظ عليه. انا شايف ده الضغط اللي هم بيلعبوا تحتيه يعني. طيب بيتهيألي احنا جالنا تشكيل النادي الاهلي النهارده مع كينشاسا كونغولي، بيتهيألي ما فيش مفاجآت. هو احنا كام لاعب مسافرين يا كابتن، وكام لاعب بيتحطوا في السكور شيت برضه، عايزين نوضح للساده المشاهدين. هو اعتقد احنا مسافرين 18 لاعب بيتحط في السكور 16. طيب احنا دلوقتي عندنا بيتهيألي ممدوح طه رقم 3، ممدوح فايز نعيم رقم 5، عندنا احمد عبد الرحمن رقم 6، عندنا مصطفى خليل رقم 7، عندنا محمد احمد ابراهيم رقم 8، معلش الارقام بالانجليزي فانا بقراها كده ببطء شويه، 9 اسلام حسن رقم 9، 11 ممدوح عاصم، عندنا 18 احمد حسام حفيظ، عندنا 19 محمد عبد الوارث، عندنا 22 عمرو عبد الرحيم زكي، عندنا رقم 24 ابراهيم محمد ابراهيم، عندنا رقم 31 عمر مصطفى محمد، عندنا 46 السيد محمد السيد حارس المرمى، عندنا 75 ممدوح احمد زكي، عندنا رقم 86 هادي خالد محمد حسن اللي هو طبعا حارس المرمى، عندنا 90 اللي هو عمر جمال محمد باجيو. احنا عايزين نعرف دلوقتي مين اللي كان بره بقى كده، مين اللي طلع بره التشكيل؟ هو اللي كان بره عبد الحميد وعصام حارس المرمى، واعتقد مفيش تغيير حصل. لا انا شايف ان الاثنين المصابين اللي احنا كنا قلقانين ان هم يبقوا بره، اللي انت قلت لو اصابته جامده ممكن يطلع اسلام حسن واحمد حسام، هم جوه بيتهيالي. لا انا هقول على حاجه، انا اقصد بره هيبقى احتياطي احتياطي متواجد، لان هو لو خرج
من القايمه ممكن ما يرجعوش. انت ليك تبديله واحده. تبديله واحده يعني بعد الدور الاول ليك تبديله واحده. لو بدلت مش هتقدر تلعب بيه بقيه الماتشات دور الثمانيه قبل النهائي والنهائي. فبالتالي بيقعدوا بره على البنش انما بيبقوا مسجل في 16. الاثنين اللي بره السكور اللي هم الناشئين اللي هو لاعب الدايره عربي وعصام حارس المرمى. دول طلعوا خلاص دول مش هيشاركوا. دول طلعوا من الدور الاول وما نزلوش كمان. انا شايف ان هم ما نزلوش. ما هو بره فبالتالي هم لنهايه البطوله هم بره. اما اسلام ممكن يرتاح شويه هو احمد حسام على البنش بره. دي صوره يعني حيه من ارض الملعب لايف. بدانا عمليه الاحماء وفرقه كينشاسا برضو بدات. يعني بيتهيالي يعني خلاص خدنا اجواء الملعب. لعبنا ثلاث ماتشات او يمكن ثلاثه. لعبنا ثلاث ماتشات احتل اجواء الملعب خلاص خدنا عليها بالرهبه بتاعت حمه البدايه دي. مش هنشوفها النهارده بيتهيالي. لا ان شاء الله خير. وهم اعتقد يعني ان مباريات الدور الاول بتبقى المكسب والخساره مش مؤثره قوي. انت كده كده ضامن ان انت تخش دور الثمانيه. لكن النهارده انت لازم تكسب لان لو لا قدر الله حصل حاجه انت بره البطوله خالص. ما خلاص ما قلت بتتلعب مباريات كؤوس فبتتلعب باسلوب مختلف. وهم عندهم الخبره دي ربنا يكرم ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي خلاص احنا قلنا اسامي 16 لاعب اللي هيلعبوا. طبعا كينشاسا الكونغولي اكيد ما عندناش معلومات عنه كتير ومش هيفرق معانا كتير اسامي اللاعبين. احنا نقدر نعرف المتفوق منهم خلال المباراه لان الحقيقه بتبقى الفرق دي الافريقيه شويه ما عندناش بنعلمهم بالارقام بصراحه. بتعلمهم دايما. دايما كل فرقه بيبقى فيها اثنين مميزين او ثلاثه بالكثير نقدر ان احنا. طب لو لعيبه دي غيرت الارقام مش هتعرفوهم برضه هتبقى كارثه. يعني لو لعيبه طب اقول لك على حاجه في بطولات افريقيا بتحصل. حصل. احنا كنا حتى في بطولاتنا في افريقيا وكده كان اللعيبه بتيجي الدور الثاني غير ارقامها. بس مع بقى الفيديو والتلفزيون هيجاب بيجاب بقى الموضوع صعب. انما لما كان زمان الموضوع مش كان كنا ممكن نيجي تاني يوم او تالت يوم نلاقي اللعيبه غيرت الفانيلات. ايه ده رقم 9 مش ده. فاكيد برضه انت كنت بتشوفوا الكلام ده. لا حصل فعلا. وبنبلغ بعض بقى يا جماعه خدوا بالكم اللي كان رقم 7 لابس 11. حصلت فعلا وقدرنا ان احنا نقفشه وخدوا بالكم. طب قول لي هيروح فين يعني؟ هيروح فين ما هنجيبه؟ ملعب 40 في 20. طيب قول لي بس هي دلوقتي يعني انت لعبت شاركت في بطولات افريقيا طبعا كل سنه ما شاء الله على مدار تاريخك. شايف التحكيم الافريقي ممكن يوجه شويه ناحيه نتيجه؟ ممكن يبقى الحكام نازلين رايحين ناحيه نتيجه ولا ده ما بيحصلش افريقيا؟ هو كريم قال حاجه في الاعداد للحلقه. قال ان فعلا انا لاحظت ده. الفريق اللي بياخد افريقيا ابطال دوري وبعد كده ياخد بعديها السوبر وبعد كده ياخد افريقيا ابطال كؤوس معرفش الاتحاد الافريقي وهو بيختار الحكام زي ما يكون بينبه عليهم او معرفش يعني بيبقى فيه تعاطف للمنافسين بقى اللي هو كفايه عليك خلي حد تاني ياخد. فبالاضافه طبعا انت بتلعب في الترجي ويعني التوانسه الشطار شويه في المواضيع دي فممكن ان هم يقدروا ياثروا على الحكم خاصه جوه المباراه. انت سهل تخدع الحكم ان معظم الهاندبول بتبقى حاجات تقديريه. صحيح. يعني وارد تبقى خابط ايدك في احتكاكات قويه بالظبط يمسك وشه بالظبط. ممكن الحكام الافريقي مع حماس الملعب والكره ماشيه الماتش المباراه ماشيه هدف بهدف تبتدي تخدعه او تضحك عليه بلغه التونسي. خاصه ان برضه كريم قال كلمه برضه من هناك قال لك عايزين النهائي يبقى طرف مصري طرف تونسي. فواضح هي يعني كانت مخطط لها كده باينه يعني مخطط لها. يعني قصدي اقول ان هو امبارح كان ممكن يخلصوا الماتش الحمامات. لا هم عايزين الاهلي ياخد اول عشان يقع مع فرقه مصريه. وارد الحسابات دي يعني قصدي اقول وارد جدا تكون وارد جدا بتبقى في حاجات في الملعب بتبين لك ان ده فعلا يعني ده حقيقي. بس هو انت قلت اللي عايز يبقى بطل اللي بيجي له يكسبه. وبالتالي هو الحكام انا دايما اقول يعني انا الحكم مش هيدبحني الا اذا اديته الفرصه. يعني انا لو راكب من اول مباراه بتبقى صعبه. ما انت بتقول لي انا مش هركب كل مباراه وبتاع ومش عارف ايه. لا ما انت عايز تبقى بطل لازم تلعب على لو البطوله عندي في ارضي ممكن امشي جون بجون وفي الاخر التوش الماتش. انما طالما انا بلعب في ارضي بره ارضي لازم اركب ودي موضوع صعب بس محتاج تركيز. في تونس ومعاك فرقتين من تونس والثالث الزمالك يعني الموضوع صحيح. مش سهل خالص. طب خلينا برضو احنا اتكلمنا عن الحمامات اتكلمنا عن الترجي. يمكن الترجي برضو يعني اضعف شويه من السنه اللي فاتت بس ستيل الترجي فرقه كبيره. الزمالك دعم باثنين لعيبه عوده احمد الاحمر. كلمنا عن نادي الزمالك برضو. انا شايف ان الزمالك بيعيش فتره افضل شويه من الفينشنج بتاع الموسم اللي فات خاصه رجوع احمد الاحمر. طبعا لاعب صاحب قيمه ودايما احنا بنتمنى له السلامه. لاعب اكيد ثروه قوميه بامانه يعني. دي لقطات يا كابتن برضو رجعت تاني الصوره لقطات من الاحماء اهو. واضح طبعا غياب جماهيري كامل دور الثمانيه يعني هتلاقي بس اللي قاعدين متابعين بس او مديرين فنيين بيعملوا سكاوتنج. اتفضل يا كابتن. فتحس دايما ان تحس منهم كده ان في نفس معنوياتهم مرتفعه. عوده احمد الاحمر احمد الاحمر سليم 100%.
لا مش طبعا مش سليم 100%، اكيد مش سليم 100%، بس برضو وجوده في الملعب في توقيتات معينه ممكن يبقى ليه تاثيره للراجل صاحب خبرات ولاعب مميز. استعانوا بالباك الشمال الجزائري ده من افضل الباكات اللي موجوده في افريقيا، باركوس لاعب مميز جدا، بيمتاز بالمهاره الفرديه، بيمتاز بالتسويد من مسافات بعيده. ده جاي اعاره، ده جاي اعاره فتره البطوله بس، بالاضافه للخبرات اللي موجوده برضو. استعاروا وسام من نادي سبورتنج، نوار من نادي سبورتنج، ده الدايره رقم يعتبر رقم 3 في مصر دلوقتي بعد محمد ابراهيم، بعد ممدوح هاشم، ده متواجد في المنتخب بشكل اعتقد ده هيبقى لعيب اضافه. برضو من الصفقات اللي جت السنه دي من محترف من الجيش القطري محمود السعيد اخويا في الزمالك ده، بس هو مش موجود للاصابه. هم زادوا السنه دي، الزمالك زاد ودعم، واعتقد ده فارق معاهم معنويا ان شاء الله. طيب برضو خدوا 2 لعيبه من الطيران بالظبط، حارس المرمى الدولي فلفل بالظبط نسيتهم، ومحمد علاء لوكا بالظبط، دول برضو فارقين جدا. اذا الزمالك في حاله افضل كثيرا من حاله معنويه اللي كان وفنيه ايضا كمان بتهيألي يعني احسن مما انهى عليه الموسم الماضي. ده بالتاكيد، وبالتالي برضو في مدير فني جديد كابتن مجد ابو المجد، من المدربين الواعدين على فكره، ودايما مجتهد وعنده قراءه فنيه. لا مدرب شاطر، انا شايفه مدرب شاطر من ايام ما كان مساعد مدرب في الجيش، ودايما اقول لهم الفريق اللي بيبقى متواجد فيه كابتن مجد ابو المجد بره بيبقى المباراه دمها تقيل، انه بيعرف يقرا ويحفظ لعيبته، شاطر بصراحه. اذا يعني برضو هنشوف اكيد قبل نهائي في اي يعني سواء وات ايفر ان شاء الله يبقى يعني قبل نهائي قوي جدا. طب خليني برضو ارجع لحاجه تانية مهمه، انه في قرار من اتحاد اليد بيطلع ان انت ما تقدرش تتعاقد مع 2 لعيبه دوليين في نفس السنه في نفس المركز. تمام. حصل بعض المشاكل، حصل بعض الكلام، حصل بعض اللغط على ده، احنا كنا عايزين نتعاقد مع لاعبين وهو اعتبرهم لعيبه دوليين وما قدرناش. كلمنا عن الموضوع ده اكتر. ده حصل فعلا في الزمالك، التوقيت اللي فلفل اعتقد جه فيه نادي الزمالك كان كريم هنداوي متواجد هيقلي. ده برضو ده غريب بالنسبه لنا. ناحيه الباك رايت يحيى خالد، ده لاعب دولي وفي المكان ده متواجد احمد الاحمر بالظبط، فده برضو كانت يعني علامات استفهام. طب ده معناه ايه؟ ممكن يكون ليه تبرير من الاتحاد، معرفش يعني ما تابعش القصه. بس هقول لك التبرير ان الاتحاد صنف اللاعب مش يعني حط احمد الاحمر مش مركزه، يعني احمد الاحمر حطه في مركز ثاني غير مركزه. فدي طبعا المصري كلها عارفه احمد الاحمر بيلعب فين، مركزه ايه، ولكن الاتحاد حطه في مركز ثاني عشان يتيح للزمالك ان هو يمضي يحيى. برضو يعني بالنسبه للنادي الاهلي كان في اتجاه للتعاقد مع لاعب جديد من نادي الجزيره، احنا ما عرفناش نتعاقد معه، وده كان نوح يعني مكان اسلام حسن، فاحنا يعني برضو دي خسرتنا لعيبه كتير. برضو هو الاتحاد عنده وجهه نظر في الموضوع ده، يعني ان يدي اتاحه فرصه ان لو الاثنين دوليين في مكان واحد مش هياخدوا من وقت بعض. فكره كويسه، انا ما بقولش لا، ولكن احنا بنقول المسطره لازم تتطبق على الكل، المسطره تبقى واحده بالظبط. ولكن برضه ارجع واقول لك النادي الاهلي مليان لاعبين على قدر كبير، وعلى فكره دي لقطات اهي، بدات اللاعبين تقرا الفاتحه قبل المباراه، واضح التركيز يا كريم. ان شاء الله خير، هم وقت الجد عندهم الخبرات وعندهم ان شاء الله، هم تعبوا السنه دي في فتره اعداد، كابتن حسام قريش بصراحه طلع عينيهم، فنتمنى ان هم يبقوا واقفين على رجليهم وفي حاله بدنيه كويسه، ومش محتاجين غير التوفيق بامر الله. تهيألي برضو من المنظر اللي انا شايفه كده، خلي بالك احنا لعيبه قبل كده يعني، وشفنا سواء انت او انا اللمه دي والوقفه دي بتدي انطباع ان لا احنا مركزين، احنا جاهزين، احنا عايزين بطوله ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله، ويعني ان شاء الله نحس ان ده برضو في الملعب. كان دايما انا يعني عندي كلمه، المكسب بيجي من على البنش، يمكن اللي في الملعب لما بيلاقي البنش حماسه عالي بينعكس عليه، انت شايف ده ولا لا؟ طبعا كل واحد ليه دور، مش البنش، الناس اللي قاعده في المدرج ليها دور. انا عايز اقول لك اللي بيشايف ان الميه خلصت وخرج وجاب ميه، يعني كل واحد ليه دور بكلمه. اللي قاعد بره ده ممكن يكون شايف اكتر من اللي في الملعب، ممكن يوجه زميله يقول له خد بالك فلان ده بيعمل كذا، الخصم المنافس اللي قدامك بيعمل كذا، ممكن تكون انت جوه الملعب مش واخد بالك. صحيح. فاللي موجود على البنش ده ليه دور، وبعدين هو بيقرا الملعب لانه في اي وقت ممكن يبقى متواجد في الملعب، فما ينفعش يكرر الخطا مثلا زميله اللي موجود، فلا كله ليه دور، حتى اللي موجود في المدرج ليه دور مش البنش بس. صحيح. وهو كمان عايز اقول ان انتوا ما شاء الله، حتى كنا ملاحظينها السنه اللي فاتت يا كريم، ما فيش حاجه مين اللي لعب ومين ما لعبش.
احنا حسينا حتى في اللقاءات اللي كنتوا بتعملوها بعد المباراه حراس المرمى بتبان بينهم الموضوع ده، انتوا كلاعيبه في نفس الجهاز في نفس المكان كان بيبان معاكم الموضوع ده، كلمني اكتر عن الروح دي. والله الحمد لله دي دايما دي عاده فينا الحمد لله، زي ما قلت لك نوعيه اللعيبه اللي دايما بنتعاقد معاها او اللعيبه اللي بتجي لنا من تحت الحمد لله كله بيبقى عارف ان ليه دور. التوقيت ده بيبقى بتاع المدرب، كلنا بنبقى سبورت للناس اللي في الملعب، مش فارقه معانا اسلام ولا زكي ولا عبد الوارث، المهم ان اللي متواجد في الملعب يقوم بالمهام المطلوبه منه، ولو ما قدرش انه ما كانش موفق انه يقوم بيها ربنا بيكرمنا ان رقم 2 في المكان او رقم 3 بيقدر يكمل الحته دي والدنيا بتستمر. فالحمد لله دي من مميزات فريق النادي الاهلي، خاصه مستوى الاعمار قريب مش بعيد. طيب انا شايف يعني المباراه بدات، يعني الفرق بدات تبقى جاهزه للمباراه، خلينا طبعا اسيبكم مع اجواء المباراه، انتوا اكيد متشوقين تروحوا، هي تبقى لحظات وتنطلق المباراه. اذا ننتقل الى طبعا ملعب الحمامات بتونس عشان ننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه دور الثمانيه ما بين يد الاهلي او ملوك الصالات لكره اليد النادي الاهلي رجال وكنشاسا الكونغولي في دور الثمانيه لبطوله افريقيا الابطال، فالى هناك. شكرا جزيلا معلقنا كابتن حسين توفيق. اذا انتهت احداث المباراه بفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره 30-15، تسيدها النادي الاهلي منذ البدايه حتى النهايه. الشوط الثاني شهد تفوق اهلاوي، انتهت نتيجه الشوط الثاني 15-9 والشوط الاولاني كان 15-6، مجموعهم 30-15 دبل سكور. الف الف مبروك تاهل النادي الاهلي للدور قبل النهائي لملاقات نادي الزمالك يوم السبت ان شاء الله في دور نصف النهائي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ارجع لضيفي طبعا كابتن كريم السعيد اللي مشرفني في الاستوديو، طبعا احد نجوم الفريق اللي لسه يعني اعتزل وابتعد عن الملاعب ما فيش بقالوش شهرين. كريم ايه اخبار الماتش، شايف اللقاء ازاي؟ الشوط الثاني اكتر تعليقنا عليه هيكون اكتر لان احنا تناولنا الشوط الاول بين الشوطين. والله هو الشوط الثاني كان فيه نقطه كويسه ان احنا الحمد لله كان فريق 9 أو 10 اهداف الشوط الاول، قدرنا ان احنا نحافظ ونزود كمان. الناس برضو ما ادتش ال 100% في الشوط الثاني قوي، كانوا متخوفين من الاصابات خاصه في عنف شويه. شايف ان الشوط الثاني تالق سيد محمد كمل المسيره بتاعت هادي رفعت، كان هايل الشوط الثاني، عدد تصديات مش قليل. في بكار اشتغل كويس قوي في الفاست بريك وموجه اولى وموجه ثانيه، في محمود زكي عمل اسيست وشاط من بعيد ابتدى يستعيد جزء كبير من مستواه. ممدوح طه برضو شاط كذا كوره، اعتقد دول ابرز ناس في الشوط الثاني. خدوا الهدف من المباراة، كابتن عاصم تقريبا غير طريقة الدفاع بالكامل، دفعنا 5-1، غير الست لعيبة الشوط الثاني، دفعنا 6-0، غير محمود عاصم نازل بكار، غير حجاج نازل مصطفى خليل، غير إبراهيم المصري نازل باجيو، غير محمد إبراهيم نازل أحمد عبد الرحمن، غير أحمد حسام نازل ممدوح طه، غير نعيم ونزل عبد الوارث شوية في الباك وودى ممدوح طه في الوينج. بس عبد الوارث أدى في المكان ده. يقدر هو عبد الوارث جوكر، يعني ممكن يلعب وينج ليفت، ممكن يلعب هاف، ممكن يلعب باك ليفت، ممكن يلعب باك رايت، عنده حلول. الهدف من المباراه خدناه ان احنا نكسب بشكل كويس، بشكل يديك ثقه بالنفس بعد التعادل، وفي نفس الوقت تروح فول باور للحمل المتوزع على الناس كلها وما حدش يبقى خارج مصاب او موجب او حاجه. خليني اقول برضو الشوط ده محمود زكي يمكن اول مباراه مذاعه او نشوف محمود زكي لعيب كبير، شايفين اداؤه الحمد لله فورمه بدنيه وفنيه عاليه كمان، هو ومحمود زكي وكمان عمر حجاج بتهيألي يعني كل التحيه لكابتن عاصم، الحقيقه هم اضافه كبيره للفريق. بالتاكيد هم اضافه، هم لعيبه عندها امكانيات. زكي بيتميز انه راجل لعيب عنده رؤيه، بيقدر يلعب في اكتر من مكان في خط الظهر، يقدر يدافع في اكتر من مركز. حجاج راجل مصوب من
من الباكات لما بيبقى في حاله كويسه ممكن بيبقى مفيد جدا. اعتقد طبعا اضافه عندهم امكانيات يقدروا ان شاء الله لو هم في فورمه كويسه واقفين على رجليهم يقدروا يساعدوا الفريق بشكل كبير. طبعا تالي يعني ممدوح طه يمكن عليه عامل كبير، عمر حجاج عليه عامل كبير في مباراه الزمالك القادمه، خاصه انه محتاجين من بره تصويبات، ولا رايك ايه؟ طبعا هو اعتقد الزمالك برضه عنده نفس الطريقتين، بس هي الطريقه الاقرب ليه دفاع 6-0، فاعتقد الناس المصوبه هيبقى ليها شغل كبير، وهي يعني هيبقى عليها عبء كبير ان هي لو ركزت وكانت تصويباتها فعلا فعاله وفي توقيتات مهمه وبشكل فعال هيبقى ليها دور كبير جدا في حسم اللقاء ان شاء الله. طب خلينا نستعرض مع حضراتكم اعزائي المشاهدين قائمه لاعبي نادي الزمالك ان شاء الله في الدور نصف النهائي: محمد علي ومحمود فلفل وهشام السبكي وكريم ايمن ومحمد عبد السلام ريشه وعلي هشام والجزائري مسعود بركوس وحسن يسري ومحمد علاء ولوكا ومصطفى صادق دونجل واحمد الاحمر ومصطفى السيد واكرم يسري ويحيى خالد وعلي حازم ومحمد رمضان هتلر ووسام سامي وعلاء وحيد. بيتهيألي برضو نادي الزمالك خسر جونه الاساسي بالسفر خارج للاحتراف، شايف ده ممكن ياثر على حراسه المرمى في نادي الزمالك ولا لا؟ والله هو بالنسبه لكريم هنداوي هو لعيب مميز طبعا، لما بيبقى في حالته بيبقى ومش بعيد عن النادي الاهلي، هو لاعب في النادي الاهلي اكتر من موسم، فممكن يكون حافظ لعيبه النادي الاهلي. اكيد غيابه هياثر على نادي الزمالك، لكن برضه فلفل الحارس في اخر سنتين ثلاثه ادى بشكل كويس مع المنتخب سواء في بطوله افريقيا المقامه في مصر او سواء في الاولمبياد، كان ليه دور وشارك بشكل كبير، خد اوقات كتير، شارك كريم اوقات كتير قوي في المباريات وادى بشكل كويس. برضو الحارس الناشئ اللي هو السبكي او محمد علي، معرفش اتسجل ولا لا، ده برضو لعب في النادي الاهلي، فاعتقد ان هم حافظين لعيبه الاهلي. لا محمد علي مش معاهم. لا محمد علي معاهم. ما هو محمد علي معاهم، فمعرفش هو اتسجل ولا لا. يعني نزل التسجيله ممكن التانية. لا ممكن ما يكونش في السكور صح، ممكن يكون من الاثنين اللي بره بالظبط. فما ما اعتقدش ان هم عندهم مشاكل في حراسه المرمى، بالعكس عندهم حراس مرمى مميزين. بالاضافه للفريق فيه ما اعتقدش انه في عيوب عنده، ناس مصوبه زي برقوس زي ريشه زي خالد يحيى زي احمد الاحمر، عنده وينجات برده متميزه زي اكرم المنتقل من نادي هليوبلس، ده لاعب مهم جدا بيتميز بالفاس بريك. الناحيه الثانيه كريم ايمن ومحمد محسن بنفس سرعه برده بكار، يعني المباراه مش هتبقى سهله. لعيبه الاهلي عارفين ده، مدين لفريق الزمالك احترامه، فرقه يعني حتى الان في البطوله ما خسرتش ولا مباراه ولا تعادلت، فماشيين كويس. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نذاكر نقاط القوه ونقدر نتعامل معها ازاي ان شاء الله بشكل موفق، ونشوف نقاط الضعف اللي احنا المفروض علينا ان احنا نستغلها سواء على مستوى الدفاع او على مستوى الهجوم. خاصه نادي الزمالك لما تيجي تبص في السكور في الماتشات اللي فاتت معدل الاهداف اللي دخل فيه مش قليل، فده برده يدي مؤشر ان احنا ان شاء الله قادرين على اختراقات الدفاع دي، وبالدفاع بتاعنا وبالحراسه المميزه ان شاء الله نقدر نسوق المباراه زي ما بيقولوا يعني. بس برضو يعني برضو الزمالك بيخش فيه اجوان كتير، ولكن تهديف في فرقه نادي الزمالك تهديف برضو اجوان بشكل كبير، فمعنى كده ان برضو عندهم خط هجوم كويس، ولا ايه رايك؟ بالظبط، هي القصه كلها انا شايف مباراه الزمالك الحارس المرمى، الحاله اللي هيظهر بيها حارس المرمى الاهلي او الزمالك مع الدفاع ده هيبقى ليه دور كبير جدا في حسم المباراه. يعني الفرقه اللي دفاعها فايق هتفوق معاها حارس المرمى، هتقدر ان هي تسيطر على الهجوم اللي قدامها، تقدر بعد كده تطبق عليه الفاست بريك او الشغل الموجه الثانيه او الهجوم المنظم، بس الدفاع هيبقى العامل الاكبر. اعتقد الفرقه اللي هتقدر تدافع وحارس مرماها هيبقى في مستوى كويس هي اللي هتقدر تكسب ان شاء الله. انت حذرت برضو من خلال اللقاء طبعا النصف النهائي هيبقى فقدان الكره السهله او الكره السهله اللي بنفقدها قدام المرمى زي الميس باص، زي الكره اللي بتيجي في الرجلين، زي كره بتتزحلق زي النهارده شفنا الكره بتتزحلق اكتر من مره، شايف ده مهم ان احنا نتلاشاه قدام الزمالك عشان نقدر نستغل كل حاجه ولا لا؟ بالتاكيد طبعا، انت رايح بتقابل الزمالك، بتقابل الزمالك فرقه كبيره عندها خبره افريقيه ما تقلش عنك، شايف ان الفرص السهله لو اهدرناها الكور الفاست بريك الكور اللي بتقع مننا اي حاجه دي. طب كابتن كريم خلينا ناسف قطعتك، خلينا نروح لتونس دلوقتي، ينضم لنا طبعا الزميل كريم احمد مراسلنا هناك عشان يحطنا في اجواء ما بعد المباراه واستعدادات نصف النهائي، فإلى كريم.
يعني احنا حتى لو عندنا اخطاء عشان اول الموسم ولسه الناس ما دخلتش الفورم 100%، ان الروح والحماس هو ده اللي بيعوض حاجات كتير جدا. يمكن ده في اي رياضه، يعني يمكن مش كره يد بس، اللي انت لما بتبقى كلنا عندنا نفس الروح وكلنا ماشيين ورا نفس الهدف الدنيا بتبقى احسن كتير. وفي اخطاء كتير قوي يعني بتلاقي حد لمم عليك، يعني انت لما بتغلط بتلاقي حد لمم عليك، ما كانش الطبيعي ان هو اللي بيلم عليك. بس فبيننا وبين بعض هيبقى بالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا نبقى مركزين في حاجه زي كده، نبقى من بدايه المباراه لاخر المباراه لاخر صفاره في المباراه عندنا نفس الروح ونفس الحماس اللي احنا نوصل الهدف بتاعنا ان شاء الله. ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن هادي رفعت، كل نجوم فريق النادي الاهلي. مباراه كانت جيده النهارده ان شاء الله، النادي الاهلي في مواجهه هامه امام نادي الزمالك غدا 27 راحه بالنسبه لجميع الفرق الخاصه بفريق النادي الاهلي، ولكن بعد غد يوم 28 هتكون هي المباراه الاهم والاقوى زي ما قلنا طبعا الاهلي والزمالك. اطمنا طبعا من كابتن هادي، اطمنا من كل نجوم فريق النادي الاهلي على الاصابات. شفنا النهارده احتكاكات كبيره جدا بين اللاعبين، لكن الحمد لله ده اللي كنا بنتمناه. بنتمنى ان كل مباراه ما يبقاش فيها اي اصابات، لان المباريات القادمه خلاص انت عندك سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي. بنحاول ان شاء الله ان احنا ننقل كل الصوره هنا من تونس. الامور هنا جيده، الاستقبال كان رائع، الصاله المغطاه لنادي الحمامات هنا على اعلى مستوى زي ما احنا شايفين. الحقيقه استقبال كبير جدا كمان لبعثه قناه النادي الاهلي بشكل خاص، بيحاولوا ان هم يوفروا لنا كل الامور الخاصه هنا، لكن يمكن حتى دي اللحظه ما فيش اي عقبات بتقابلنا. الحمد لله الامور ماشيه حتى دي اللحظه بخير، لكن الحمد لله الفتره اللي جايه بالنسبه لنا هي الاهم والاقوى، المفروض مباراه الاهلي والزمالك. اكيد معانا كابتن محمد عادل زوله كمان، برحب بيك في البدايه يا كابتن محمد، وان شاء الله تكون المباراه القادمه مباراه الاهلي والزمالك من نصيبنا باذن الله. لكن النهارده المباراه شايفها ازاي؟ تعليماتكم كانت ايه كمان بالنسبه للعيبه؟ والله الحمد لله رب العالمين، طبعا الاول على المكسب. الحقيقه يعني احنا اتعهدنا امبارح ان كان البدايه الحقيقيه للبطوله هو النهارده، واحنا خدنا الهدف من ماتشات المجموعات ان احنا نطلع اول مجموعه. مباراه النهارده خلاص، يعني مباراه النهارده والمباراه اللي جايه ان شاء الله المباراه تعديك الدور اللي بعديها يا اما تفصلك عن الدور. فالحمد لله النهارده عدينا وخدنا الهدف من المباراه، والاداء كان مرضي نوعا ما خصوصا في الدفاع. النهارده دفاع الولاد كانوا متميزين من بدايه الشوط الاول وبرضك السلاميه في الشوط الثاني. ان شاء الله يوم السبت عندنا مباراه كبيره جدا مع فريق الزمالك، فريق قوي فريق محترم. ان شاء الله نبتدي من النهارده نستعد له باذن الله، ونأهل اللعيبه للمباراه، وان شاء الله رب العالمين نفوز ونفرح، نفرح جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي اللي عامله معانا مجهود كبير جدا، وربنا كريم ان شاء الله. الناس تدعي لنا بس ان شاء الله. اهم حاجه بنطمن عليها الاصابات النهارده، كان في احتكاكات كبيره جدا، عايزين نطمن على كل اللعيبه الامور ماشيه معاهم ازاي، هل في اي حد هيوقع اي حاجه يا كابتن محمد ولا لا؟ والله طبعا المباريات بتاعت بطوله افريقيا كلها بتبقى فيها احتكاكات قويه، بيبقى في بعض شويه كدمات. طبعا الجهاز الطبي عندنا على اعلى مستوى، بيتم التعامل مع الكدمات دي والاصابات. الحمد لله كلها اصابات خفيفه عباره عن كدمات، بنطمن الناس. من النهارده برضك بيبتدي تاهيل اللعيبه طبيا ونفسيا ان شاء الله لمباراه الزمالك يوم السبت ان شاء الله. عايز اسمع منك رساله، ولا بد ان في رساله لكل اللعيبه. كابتن عاصم اكيد في رساله لكل اللعيبه قبل مباراه نادي الزمالك، نعلم جيدا ان كل اللعيبه على قدر المسؤوليه، لكن لابد من رساله تحفيز الفتره اللي جايه يا كابتن محمد. المطلوب من اللعيبه ان تنزل تادي اللي عليها، تبذل اقصى مجهود عندها، روح عاليه جدا في الملعب. نعمل اللي علينا كلنا راضيين وخارجين راضيين بادائنا، النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وكل الناس تبذل اللي عليها، وربنا اللي رايد ان شاء الله هيكون، وان شاء الله باذن الله نفوز بالمباراه باذن الله، باذن الله نفوز بالبطوله ان شاء الله. شكرا يا كريم. كل الشكر والتقدير لكابتن محمد عادل زول المدرب العام لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله المباراه القادمه زي ما قلنا الاهلي والزمالك، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ويحصد هذه المباراه. لكن في هذه اللحظات كابتن عيسى مرجع لك عوده للاستوديو، اكيد في خلال دقائق هيكون معانا الكابتن عاصم حماد وايضا كمان الكابتن عاصم السعدني. الزميل كريم احمد من تونس شكرا جزيلا، اطمنا على الاصابات، اطمنا على الكدمات، اطمنا على اللعيبه. كان النهارده في جيم عنيف طبعا زي ما قال كابتن محمد عادل المدرب العام، انه مباريات افريقيا في العادي بتكون كده، بيكون فيها ضرب وزق وكدمات والتحامات. وضح كمان كابتن محمد المدرب العام انه الهدف من المباراه حصلنا عليه ان احنا التاهل، وفي نفس الوقت باقل خسائر واعلى سكور حافظنا على ورقنا. مباراه الزمالك اللعيبه كلها عارفه ان مباراه مش سهله، مباراه بالاضافه ان هي قمه لكره اليد المصريه، هي مباراه بوابه لنهائي افريقيا وبوابه للحصول على بطوله مهمه. احنا حامل اللقب، احنا حتى الان حامل لقب هذه البطوله. نتمنى كل التوفيق ليهم. كريم رايك ايه في الكلام، سواء هادي اللقاء اللي كان معاه، سواء كابتن محمد، شايف الاجواء ايه؟ شايف الفرقه اريا، فرقه الزمالك كويس، عاملين حسابهم، مدين احترام للجيم، يعني قول لي انت برضو رايك ايه؟ والله هو لسه عندنا وقت النهارده ولسه عندنا وقت بكره، اكيد في شغل حصل فيها هيحصل، يعني فيديو
بنشوف التاكتكس في الزمالك في الدفاع بيعملوا ايه، في الهجوم نراجع برده في حاجات احنا عارفينها، في حاجات جدد، في لعيبه لسه اول مره نشوفها وسط الزمالك زي باركوس، وسام ما كانش بيشارك برده بشكل كبير، عايزين نشوف موقف احمد الاحمر من الاصابه عامل ايه، حالته البدنيه عامله ايه دلوقتي، برده القادم من نادي اليابلس اكرم توفيق او لوكا من الطيران، عايزين نشوف الدنيا في ايه، شكل الزمالك اتغير بنسبه 70-80% عن السنين اللي فاتت، ان شاء الله عندنا وقت ندرسه. كابتن زول قال حاجه كويسه وكابتن هادي رفعت قال حاجه كويسه، ان انت النتيجه بتاعت ربنا ومعروفه خلاص، هي اتعرفت مين هياخد البطوله دي، نتمنى ان يكون النادي الاهلي، لكن اللي في ايدينا ان انت تنزل تفايت وتطلع ال 100% بتاعتك عشان تخرج من الملعب زي ما قالوا كده، ان انت تبقى راضي عن نفسك، اكيد النتيجه اتعرفت خلاص، لكن اللي في ايدينا او اللي احنا متاكدين منه ايه، ان احنا ننزل كل واحد ما يقصرش، ما يتخزلش، ما يوفرش اي نقطه عرق، لا كل كورة أرجع عليها، أموت على كل كورة، أبذل شغل 100% عشان زميلي يخش في فرصة مناسبة، أجتهد في الدفاع أن أغطي على زميلي عشان الكورة تروح سهلة لحارس المرمى بتاعي. صحيح. كل واحد ليه دور، كل واحد يقوم بدوره، إن شاء الله النتيجة تبقى إيجابية. طب كريم خلينا نروح لتونس تاني، نرجع للزميل كريم أحمد، اللقاء مهم مع كابتن عاصم حمادي المدير الفني، وأرجع لحضراتكم تاني. مستمرين مع كابتن هيثم السعيد كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، عقب بفوز النادي الاهلي على فريق الشبيبه كينشاسا، معانا طبعا كابتن عاصم حماد المدير الفني لفريق النادي الاهلي، مبروك طبعا يا كابتن عاصم، زي ما قلنا الادوار اللي فاتت كوم والدور اللي جاي كوم تاني، مباراه الزمالك هي الاهم القادمه بالنسبه لكم، لكن النهارده قوه المباراه شايفها ازاي، تعليماتك ازاي كانت الفريق ومدى رضاك على اداء النهارده كابتن عاصم؟ بص النهارده مباراه زي ما قلت دايما بقول خروج المغلوب، فما فيهاش ما تقبلش اي حاجه الا ان الفريق يقدم بكل قوه عشان خاطر يوصل ان شاء الله للادوار النهائيه. الحمد لله الفرقه ادت اللي عليها، ادت بمنتهى القوه من اول دقيقه لاخر دقيقه، فريق جي اس كي ده فريق مشاغب معانا دايما ودايما ليه مواقف معانا في دور الثمانيه، بيلعب بمنتهى الشراسه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه زي ما انت شايف كده. الحمد لله كانت المباراه انت مسيطر عليها من اول دقيقه، انتهت على خير، يعني عندنا مباراة قبل النهائي ان شاء الله مع فريق نادي الزمالك، ان شاء الله نتمنى كل خير بمشيئة الرحمن. غدا بالنسبة لكم يكون راحة كابتن عاصم، عامل تدريب، انا عارف ان انت في محاضرات مستمرة، في تحفيز بالنسبة للاعبين، وزي ما بنقول احنا نعلم جيدا ان اللعيبة كلها على قدر المسؤولية، لكن بتقول للعيبة كابتن عاصم ومدى استجابة اللعيبة ليك واللعيبة الكبار كمان بتتكلم مع بعض ازاي؟ بص عايز اقول لك حاجة، يعني انت بطل افريقيا ولله الحمد اصلا السنه اللي فاتت، الحفاظ على البطوله اصعب 30 مره من انت توصل لها، واصعب في كل حاجه، واصعب في كل دقيقه، واصعب في كل مباراه، وحتى تجاوب اللاعبين مع نفسهم بيبقى اصعب ان هو يحافظ على الكلام ده كله، انما انا شايف ان شاء الله مشيئة الرحمن ان فرقتي طول عمرها قد المسؤوليه، وطول عمرهم هم لاعبين او الجيل ده من اللاعبين حقق اللي ما حققوش اي جيل تاني ولله الحمد، فان شاء الله مشيئة الرحمن هيكونوا على قد المسؤوليه وان شاء الله يقدم مباراه كويسه ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك. كل الشكر كابتن عاصم حماده المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وزي ما بنقول متفائلين ان شاء الله، متفائلين بقياده الكابتن عاصم كمدير فني لفريق النادي الاهلي ان يعود من تونس بالبطوله رقم 39 في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيد، اكيد طبعا تغطيه خاصه هنا من مدينه تونس الخضراء ومن مدينه الحمامات ومباريات البطوله الافريقيه لكره اليد الرجال رقم 39، لكن بنرجع لك في الاستوديو كابتن هيثم في هذه اللحظات. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، كابتن عاصم حماد كلام تعظيم سلام لكلامك، الوصول للقمه سهل ولكن الحفاظ عليها صعب، احنا ابطال افريقيا ولكن المحافظه على البطوله محتاجه مزيد من المجهود، كلام محترم من مدير فني صاحب اعلى رصيد لبطولات افريقيا مع النادي الاهلي. الكابتن عاصم اكيد ده ما جاش من فراغ، بيحترم الخصم جيدا، بيحترم فرقته، شفنا النهارده الروح اللي عاملها الكابتن، كل بيشارك، كل بيلعب، كل ليه دور في المكسب، ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. كريم يعني سريعا نصايحك لاخواتك وزمايلك في الملعب، نصايحك ليهم ايه في مباراه قبل النهائي؟ انا شايف النهارده وبكره الناس يعني ما تزودش الكلام مع بعض زياده عن اللزوم عن الماتش، ياخدوا الموضوع برتم، النهارده في رتم، بكره في رتم مختلف، يوم المباراه في رتم، الاستعداد النفسي للمباراه الكبيره ده مهم جدا، يعني بيبقى عليه جزء كبير جدا، خاصة بيبان في البدايات بتاعة المباراة، يعني بداية ماتش الزمالك لو احنا ما ظبطناش الريتم بتاعنا وأدائنا النفسي والتحفيزي للعيبة
هيبان في اول المباراه صوره توتر، وهيبان ممكن ان الدنيا ما تسوقش المباراه بلغه الرياضه يعني زي ما انت عايز. انا شايف الاستعداد النفسي عليه دور كبير جدا، الناس دي كلها اتحطت في مواقف مشابهه كتير، لازم ان احنا نستفيد من خبراتنا، نتوكل على الله زي ما الناس بتقول طلع ال 100% بتاعتك، واحنا راضيين باللي يجيبه ربنا، بس كل لعيب بيخرج من الملعب عامل اللي عليه وزياده ان شاء الله. ان شاء الله كريم، مبروك الفوز النهارده ونورتيني وشرفتيني في الاستوديو كريم السعيد، طبعا كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر اللي اعتزل منذ اشهر قليله. بشكره طبعا شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. انتظروا قبل النهائي ان شاء الله يوم الجمعه، بس يوم السبت بس اكيد طبعا مش هيبقى فيه اذاعه ليه، لان هيكون في نفس توقيت تقريبا مباراه النادي الاهلي والوداد في قبل النهائي او نهائي بطوله افريقيا مباراه الذهاب. طبعا كل قلوبنا مع فريق الكره الان، كل التوفيق ليهم، هتبقى قلوبنا مع فريق الكره وعينينا مع فريق اليد، كل التوفيق. اليوم السبت يوم مهم جوه النادي الاهلي، نهائي افريقيا وقبل نهائي كره اليد، ان شاء الله ربنا يكرمنا نكون في الفاينل. يوم الاحد هنكون معاكم، واكيد هنعمل تغطيه خاصه باذن الله في حاله ان شاء الله تاهلنا الى نهائي افريقيا. شكرا جزيلا لحضراتكم، انتظروا المزيد والمزيد مع ملوك الصالات. شكرا جزيلا.